الاحتياج للحضن هو واحد من أهم الاحتياجات الأساسية وأقدمها أصولا وأثرا على الإطلاق، والاحتياج للحضن زيه زي الاحتياجات الكتير في حياتنا، بنتولد بيه وبنعيش بيه ومنقدرش نكمل حياتنا بشكل صحي من غيره، ونقصه أو عدم إشباعه ممكن يؤدي لكتير جدا من الأمراض أو حتى الأعراض النفسية. مشكلة الاحتياج للحضن هو إنه احتياج مزدوج، يعني مش بس احتياج جسدي، لا لكنه كمان احتياج عاطفي واحتياج نفسي، وفي الحقيقة ده الأهم وده الأخطر. أول علاقاتك بالحضن بتكون في الساعات الأولى لاحتضان الأم ليك وانت عمرك ساعات معدودة، والحضن ده بالذات ليه وظائف مهمة جدا، أبسطها إنه كان بيحسسك بوجودك، بيحسسك إنك موجود. وأحدث الأبحاث العلمية وجدت إن حضن الأم أو الحضن الأول ده بيكون مهم جدا، لأن بيكون فيه تلامس مباشر من أكبر مساحة من جلد الأم وأكبر مساحة من جلد الطفل، عشان فرق درجة الحرارة بتاعت جلد الأم عن درجة حرارة الطفل بتكون أول حاجة يحس بيها الطفل إنه مختلف، إنه متفرد، وبالتالي هيكون موجود. طبعا الاحتياج للحضن مش بيقف عند هنا بس، دي بس بتكون البداية. الاحتياج للحضن بيزيد يوم عن يوم وبيعيش معانا طول العمر، زيه زي احتياجه للأكل والشرب، زيه زي احتياجه للحب والاحتياج والقبول. تمام؟ في المتوسط عشان نعيش بالحد الأدنى من الصحة الجسدية والنفسية، كل واحد فينا محتاج 4 أحضان في اليوم، والأربعة دول لو بقوا 8 ده كفيل بدوام واستمرار وصيانة صحتنا النفسية والجسدية. عشان اكتمال النمو الصحي والنضج النفسي محتاجين 12 حضن يوميا. عايزة اقلب الفيديو لمحاضرة علمية أكاديمية، ان الحضن بيحفز افرازات هرمون السعادة، وانه بيقوي المناعة وبيساعد على ارتخاء العضلات وبيساعد على توازن الجهاز العصبي وانه بيخفف التوتر. لا مش بس كده، انا عايزة اقول اللي اعمق من كده. الحضن ده دفى، دفى جسدي ودفى نفسي، كأنك بتحط كمادات مية دافية على جراح حياتك، إصابات يومك وكدمات علاقتك. الحضن علاقة في حد ذاته فيها أخذ وعطاء، سائر ريحة جاية فيها شوفان وقبول واحترام واحتواء. هو عبارة عن وجبة غذائية متكاملة في المقويات والفيتامينات والبروتينات النفسية. الحضن هو البديل اليومي الوحيد المتاح لعودتك داخل الرحم مرة أخرى، ودي رغبة موجودة عندنا كلنا. كان هناك أمان ودفى واحتواء وشبع موجودين بكل بساطة وبدون عناء، ومفيش مشقة ولا تعب، وحب دائم لا ينقطع. الحضن يعني أصلاً إنك موجود، تستاهل، تستاهل تكون موجود، وإنك تستاهل تتحضن، وتستاهل المنحة الربانية دي بين إيدين حد بتحبه، أمان ودرع حماية وسترة واقية من رصاص الألم وصقيع الحياة. الحضن فرحة وبهجة وطاقة متجددة في أوردة نفسك وشرايين روحك، وأمل وعزاء وطبطبة وترياق ناجع لهموم الليالي الطويلة وسموم الأيام، قبول واهتمام وحب وسماح ورضا. حضن لغة، والحضن ليه لغة، يكون شفرة. نقول كمان الحضن احتياج أساسي لا غنى عنه، ولازم أشبع ده. الاحتياج الأساسي ده هو الأم والأب. الأم حضنها يعني الدفى والشبع والاحتواء والأمل، الأب يعني القوة والجدعنة والحماس والإصرار، وبعدين الأخوة والأصدقاء والأحبة والأزواج وغيرهم. كده من المرضى النفسيين كل اللي ورا أعراضهم وأمراضهم النفسية العويصة احتياج للحضن، فقط احتياج للحضن. والاحتياج ده ما تشبعش أصلا من الأب والأم في الأساس. في ناس بتجيلها اكتئاب، بيجيلها توتر وأرق، في ناس بيحصلها هلاوة سمعية وبصرية، بيكون عشان عنده أحد الاحتياجات الأساسية غير مشبعة عندهم، وهو ببساطة الاحتياج للحضن. في الآخر ما تحرموش نفسكم من الحضن، ما تحرموش أبنائكم وبناتكم من الحضن، ما تحرموش أصحابكم وحبايبكم من الحضن، ما تحرموش أزواجكم وزوجاتكم من الحضن. ما تضطروش تدفعوا الثمن أو تدفعوا اللي حواليكم الثمن، ويلا قوموا لأقرب حضن.